حديث في الحقيقة أكثر مرة عن صراع الشقوق داخل السلطة، إلى أي حد يمكن يكون جزء من الاحتمالات هذه التي دفعت بشرف الدين، وهو يعني هو بدأ كان رئيس أعتقد تنسيقية سعيد في سوسة، وبدأ يعني من رجل موثوق ربما الرجل الثاني في السلطة هذه بعد خروج نادي عكاشة بسهولة، أنه سعيد يعني يفرط في أحد أعضاءه الكبار في السلطة هذه في وظرفية كما هذه. شوف حسين، الطموحات الشخصية عادية، كل إنسان عنده طموح شخصي يحب يوصل، لكن أنا نعتقد اللي أقرب الناس ليه المحيطين به يعرفوا ومتأكدين اللي هو حنس في القسم متاعه وخان الأمانة، الأمانة اللي يحكيوا عليها، ولذا مش صعيب عليهم هما باش يكونوا أمانته زادة ويدوروا عليه، وربما عندهم حساباتهم الشخصية، كل واحد عنده زودياك صغير في البحر الهايج وين مشهور، هو يعرف هذا. ولذا توا وصلنا للحالة اللي وصل لها محمد أنور السادات في سبتمبر 80، وقت اللي بدا عهده يطيح ويضيع، ضيع منه المقود الدولة المصرية، حطهم الكل في الحبس بنفس التهم نتاع قيس سعيد توا، الخيام التركي والاخر وكمال الطيف وجماعة الكل اللي في الحبس وشيماء عيسى الى اخره. نعم. الكل خونا منقلبين يتآمروا ومشاو هجموا عليهم، هجم عليهم هو باذن منه سي وزير الداخليه المقال او المستقيل او المقال المستقيل كان تحب، هجم عليهم ما لقى شيء، فما لا سلاح لا ذخائر لا صاروخ ستنجر لا متفجرات. نعم. يلقوا اوراق دونات وتدوينات وتليفونات عاديه مكالمه بين الناس، هذه قضايا شيء حشب اللي وصلنا له، شيء حشم وشيء حشم اكثر. البارح واحد اسمه جراد جاب الادانه نتاع الاتحاد الاوروبي وقطعها، قال له راه احنا معركيه راهو الاتحاد الاوروبي رد بالش رانا نخوفوا، راه ما ناقص الا سي جراد يعلن الحرب على اوروبا لكل 27 دوله، امور الضحك امور مهازل وصلنا لها يا راجل. يلزم هل السلطه الحديث عن نعم. السلطه يعني في حالة ارتباك وفي حالة ربما ضعف، صحيح التوجه هذا؟ تحلل، في حالة تحلل اي هكذا نسميه تحلل، ما عادش السلطات مربوطة ببعضها، ما عادش هي كل دولة ما تستقيم وما تقام إلا على سلطة تفرق ما بيناتهم الديمقراطية من وقت مونتسكيو ومن وقت لما مسحنون، من اللي نعتزه احنا بمجده واللي نعم. مسحنون هو زعيم الاستقلال القضاء في العالم العربي الاسلامي، من وقتها والدول تقام على الاساس هذا، بينما مدمر الدوله وبمعول قوي هو قيس سعيد نفسه، وما يقعد له حد معاه، متاكد انا لما يقعد له حد معاه. هنا الاشكال دكتور خليدي، وفي الاخر وفي هذاك جراد وهذا هو ذاك اللي فهمه. نعم عوده لكن المدونين راهي مدفوعات لهم الفلوس مصريين من غرف وشركات تبيع الاصوات مئة الالاف. نعم. حتى في البلطي هذاك في اللي وليد نظن اسمه وليد البلطي. نعم. اسمه وليد البلطي بتاع البرومو سبور، قال انا اللي شريتهم شريت مئة الاف من عند القنوات هذية واللي الصفحات يعني بين قوسين يصرفوا عليها إسرائيليين، تنجم تزعزع المجتمعات وتنجم تسيب الفاك نيوز بمئات الآلاف، هم يخدموا فيه تو انا نتكلم ولا نعمل فيديو كذا يسبوا فيا، وتدخل في البروفيل ما تلقى شيء، ساعات تلقى نجمة إسرائيل لك هو روبوتات. نعم. هذه تونسية مدلسة. نعم. ما معها حد، ما قعد له حد. هذا دكتور نعم. هي نعزلنا اقليميا، نعزلنا على ليبيا، والبارح مشى يشري في البلاء على حكايه الجرف القاري، يا ودي اش جبدنا في الحكايه؟ هذه فات من وقت بورقيبه الجرف القاري، ومساهم فيها صادق بالعيد ومساهم فيها حتى قيس سعيد نظن كان عضو، فكل لجنه اللي
تخذنا من جرتهم وتحرمنا من نص اللي عرضوا علينا القذافي وقتها، نعم نصف البترول. نعم في بداية الثمانينات جوف القاضي. نعم الكلمة العربية الفصحى هي حيث بيت. وأنا نحب نسى بالله يسامحني نرد التحية بأحسن منها إلى أخي بالقاسم، ذلك الرجل الشهم الجريء اللي ديما حاضر. جيد، وصلت التحية. سيدي قاسم،